تخرج من هناك تروح من هنا لين تصل المزارع. اوه صافي. شوف تدخل من هنا وبعدين تخرج من هنا وتدخل مرة ثانية من هناك، بعدين عاد تروح مع الأرض تحت الأرض لين المزارع. ما شاء الله تبارك الله، تيجي الجمال تشرب من العين وتمشي. شوف الموية تطلع من هنا. تطلع من الأرض من هنا. تنبع من هنا سبحان الله. بس حفر لها حفرة وتروح لحتى المزارع. بس المصدر من هنا. من تحت تطلع من هنا. بس العجيب في الموضوع سبحان الله، تخرج من هناك من الأرض. وبعدين تدخل تحت الأرض فتحة صغيرة. هنا فتحة صغيرة بس عشان الظل ما تشوفها، ما هي واضحة، لكن تخش تحت الأرض كذا. بعدين تطلع من عند المزارع علشان السيول ما تكسر المجرى حقها، مبعدينها تحت مع الفتحة الصغيرة تخش سبحان الله. كمان عين ثانية، والله ما أدري شو اسمه، لكن عين تنفع في رحبها. ترى الوادي كله اسمع ذي المنبع حقه من فين ما ادري. طبعا هذه العين وهذا الفايض من العين، عين مبارك، كونت بحيرة بحر. على كل الفايض من